بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب بويا أبا حازم، المنسق الجهوي للتعاون الوطني. بالطبع مؤسسة التعاون الوطني كانت موجودة منذ بداية أمطار الخير الأولى، وبل منذ بداية النشرات يعني الجوية التي كانت تشير على أن المنطقة ستعرف أمطار غزيرة. كان التعاون الوطني موجود ضمن لجنة اليقظة التي يترأسها السيد الوالي، وبالتالي انخرطنا بشكل فوري من خلال أولا تعبئة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين الموجودة بالمجال الحضري والمجال القروي، وضعناها رهن إشارة السلطات والساكنة لإيواء يعني المنكوبين. كانت موجودة قبل يعني منذ البداية، كل المراكز وضعت لهذه الغاية. وبالفعل فلما يعني تهطلت الأمطار الغزيرة وبدأت يعني الضحايا تتكاثر، توفدت وفد عدد كبير من المواطنين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالخصوص، وثم أننا وضعنا كذلك مراكز اللي تم تفريشها باش تكون في متناول المواطنين. وبالتالي فقد بلغ عدد يعني المستفيدين من هذه المراكز على مدار هذه العمليات أكثر من 600 مستفيد اللي كاينين الآن، اللي كانوا في بوزكار، في بوزكارن، في تيمولاي، في تغاجيش، في أداي، في إيجيسل، في بلدية تقليمي من خلال مركز العصبة المغربية لحماية الطفولة، يعني جميع المؤسسات، بالإضافة إلى مراكز تربية تكوين في تليوين، في كما قلت في أداي، في إيتيلول. كل هذه مراكز تربية تكوين كذلك الآن فيها استفدوا مواطنين وأقاموا فيها مدة. اليوم شرعنا في توزيع مساعدات غذائية لفائدة هذه الأسر، تتمثل في مواد دقيق، زيت وسكر، وكذلك يعني بعض الأفرشة والأغطية تم اقتنائها من طرف مؤسسة التعاون الوطني. وقمنا باستخدام تقريبا كميات هامة جدا من الألبسة من طنجة وتطوان، من طنجة وتطوان هي موجودة، يتم توزيعها الآن على الأسر. بدأنا منذ أمس بالمجال الحضري، سنخصص تقريبا 100 حصة لبلدية كليميم، و50 لبلدية بوزكارن، و50 لكل دائرة من دوائر الإقليم الأربع الثلاث الدوائر الموجودة. الحمد لله الآن العملية تتم بشكل جيد بتنسيق تام مع فعاليات المجتمع المدني، وخاصة التنسيقيات التي أحدثت لهذه الغاية، فنحن ننسق معها هذه العملية. وفي الغالب عدد المستفيدين هم يعني الأولوية تعطى للناس اللي كانوا في مراكز الإيواء، ثم الفئات الأكثر تضررا واللي الإخوان في الجمعيات المجتمع المدني واللي خبيرين بهذه العملية من خلال يعني تواجدهم في الأحياء وفي الدواوير، هم يعرفوا الحالات يعني اللي كتعاني أكثر. وبالتالي فمن العملية الحمد لله تمر على ما يرام. هذا المبلغ اللي خصص من ميزانية التعاون الوطني اللي تم فيها اقتناء يعني لهذه المواد الغذائية اللي ذكرت لكم، اللي هي السكر والزيت والدقيق، ثم الأغطية والأفرشة تم اقتنائها من ميزانية التعاون الوطني. أما الألبسة فقد تم يعني استجلابها من مراكز الجمارك من طنجة وتطوان، على اعتبار أنه التعاون الوطني ينسق هذه العملية. إذن هذه هي